ودعت مدينة نقادة جنوب محافظة قنا أشهر زاهد في مصر الذي عاش طوال حياته في حفرة أمام منزله عار الجسد تماما، كان لا يرتدي شيئا سوى بطانية تستر عورته فقط. كاميرا العاشرة مساء زارت حفرة قرية عزبة الناظر التي كان يعيش فيها الشيخ العريان، ورصدت لقاءات مع أفراد أسرته. هو ابن عبد الرحيم جد الكريم، راجل كان حامل القرآن، وأنشئ في قرية البحر جمولي عزبة الناظر مركز نجادي محافظة قنا. طلب مني طلب وأنا ما رضيتش أعمله، راح زعل مني، يعني إيدي طلعت لي فيها ضربة خدت يجي شهر، كان عايز قرص. قرص عيش؟ آه. والله بجد يعني دي حقيقي، وما عملتهوش، راحت ايدي طلعت لي ضربه هنا خدت يجي شهر. كرماته زمان يعني قبل ما اتجوز ولا اخلف عيال، طبعا كان هنا في ساقه في الحته دي، كنا دي زرعينها زرع دي البيت دي، فطبعا وقع ذكر بقع في الساقه، الناس كل جت تطلع الذكر ما قدرتش، هو جاب جريده من نخل فتلها كده على ايده وعمل لها حلقه وراح عامل له كده، راح مطلعه بره فوق على الشارع على البر. خالد ابو دي ضربه يعني عشان ايه؟ عشان يلبس هدومه، دراعه اتكسر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الشيخ العريان معجزة الدهر، ليه 60 سنة هو عايشين؟ لو جبت قطعة حديد ورميتها في 60 سنة إيه اللي هيجراها؟ هتصدي. قاعد جسمه جميل ونظيف وتمام تمام، وليه كرامات يمكن البنات حكولك عليها. يعني أنا عمري 56 سنة، يعني 41 سنة أنا ألقى في الحتة دي بالليل بالنهار، سبحان الخالق الوهاب، ده النار بيولع في أو ينام فوق مني. الشيخ جاد كريم يعني إحنا ولدنا لقيناه بهذه الحالة، إن هو عايل ملابس، وهو نعلم انه احنا هو من اولياء الصالحين في احواله في كراماته في اوضاعه. جنازه خدت ساعتين لحد ما وصلت الطرق، وجنازه موهوله يعني 3 عربيات بيور بعض كده في اتجاه واحد، لحد ما وصلنا الطرق هناك كانت الدنيا ظلمت، واخد بالك، ابتدى هو يجر الناس، يعني ابتدى الناس تسحب ورا منه وهو بيوجه الناس، اللي راح عند مقام جده الشيخ حمدان، وبعد كده رجع تاني في مسجد هناك، لف حوالين المسجد ورجع تاني فتح الباب ودخل جوه في مقام جده، خد بتاع نص ساعة بتاع ساعة لربع، وفي الآخر طلع. لما طلع ما اتجهش على المقبرة على طول، لف حوالين الجباني وبعد كده اتجه على المقبرة بتاعته ودفن فيه. الشيخ جاد الكريم الملقب بالشيخ العريان دي جنازته، والأهالي يتحدثون عن الكرامات وعن الأساطير المحيطة به. الشيخ خلوني أسأل الشيخ عبد الله عبد الله عبد الصادق أحد أهالي قرية الناظر. شيخ عبد الله أهلا بيك يا عم عبد الله، اهلا بيك. نعم اهلا وسهلا، مرحب. قول يا عم عبد الله، ليه تعاملتوا مع جنازه الشيخ العريان بهذا الشكل، ولماذا تتحدثون عن الكرامات المتعدده المتعلقه به؟ والله الشيخ زاد احنا ما عملناش، هو رجل واحد عبر حاله سيطر على الخليقه الموجوده في الجنازه، وخلاهم هم من ينطقوا بالكلام، ما فيه إلا توحيد لا إله إلا الله والله أكبر. ثم إنه مشى بالناس مشي الهويدة إلى أن وصل من مقره إلى من داره القديم إلى مقره في الجبانة، أخذ حوالي 4 ساعات. ليه 4 ساعات ليه؟
لأنه بيمشي واحدة واحدة متأني، الناس كلها جرابة حواليه وهو في النعش على العربية ومشى واحدة واحدة، مشي التأني، مشي الإنسان اللي هو عليه السكينة والطمأنينة اللي بيقول فيهم رب العزة تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا لا، يعني انت تفسيرك انه هو تأثيره على الناس يعني في الجنازة. تأثيره هو على روحه، تأثير روحه على الجنازة سيطرت، لان الولي ولي الله الكبير الشامخ حاله يسيطر على ما حوله من البشر، فهو كان من يعني هو مسيطر على الناس حتى في جنازاته يعني روحه مش هو روحه لان الولي الكبير روحه تسيطر على ما حوله من البشر ومن الخلق، فهو شخصية يعني بارزة أو شخصية بنقول لم تتكرر، لأنه رجل عاش عاريا جسدي 55 عاما. طيب هل 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 كل هل كل المؤهلات اللي أتاحت له ذلك أنه عاش عاريا في حفرة لمدة 55 عاما؟ اولا هو ما عاشش بكيف وكده، هو كان رجل شخصي في 63 عام، وبعدين فاجأه الحق الصوفية عندهم مقام اسمه مقام الفجر، فاجأ انوار الله سبحانه وتعالى على قلبه فتدهش عقله فعاش بالروح الحيوان الحساس فقط. لا لا، دي واحدة عايز افهم منك شيخ عبد الله بس بهدوء شديد، لماذا عاش عاريا؟ بتقول لماذا عاش عاريا؟ لأنه فاجأه الحق. فاجأه إيه؟ الحق، يعني الله فاجأه بنور في قلبه فأدهش عقله فعاش مأخوذا عنه. يعني أنت 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 عايز تقول يعني إنه عاش عاريا يعني هو لم يدري بحاله إنه عاري، هو لو يعرف إنه عاري كان استتر. طيب يعني لم يدري بحاله يعني انت عايز تقول يعني وكأن الله سبحانه وتعالى امره بذلك يعني. مش امره، هو بينزل من الله على قلوب اوليائه نور، النور ان زاد على القلب يدهش العقل فيغيب عنه العقل، يعيش للضرورة البشرية بس، يأكل يشرب خلاص وما عرفش يفكر شيء ولا يعرف، لأن أول ما يعرف لو أدرك وعنده الشعور والإحساس كان استتر، كان لبس كان لب يعني. أنا طيب خلينا حنعيش ده معاك يا شيخ عبد الله، بس أنا عايز إيه بقى الكرامات التي تتحدثون عنها؟ يعني أنتوا بتقولوا إنه الرجل له كرامات ومعجزات يعني كثير، ما فيش منافس من أنفاسه إلا وليه كرامة. يعني من الكرامات التي يعيشها عيشا وحياة انه هو عاري، يجي في الصيف يجيب نار يدفع عليها، في الشتاء يبل الفرشة اللي تحت منه ونام فيها، في الشتاء انت عليك 100 بطانية وعليك حبتاع، هو عاري في يرشها مية وينام في التلج.